قبل ما يبدأ الفيديو يجي نحكي لكم شوية على سبونسور متاع حلقة اليوم. إذا أنت مغربة فري فاير تحب تصب ديامون بليش ولا ببجي ولا نتفليكس ولا أي حاجة أخرى، جيت صبها سجل فيها والعب اللعب اللي عندك في التليفون وربح الدولارات. تلقاو الرابط متاعها تحت الفيديو. شنو الفايدة من أن ننظف البيت مادام هي مش عاود تتمسخ مرة أخرى؟ على خاطر البيت هذي كاني عايشين فيها كلاب. شنو هذا؟ هيك كاس حليب. نقصد جبن، هيك كاس جبن. حجر، هيك كاس حجر. ترى شوف شنو لقيت، اللعبة اللي صنعتها. باللي مش تحاولوا ما تنجموش تخلوني نهدى على اللي عملتوه. لحظة. لودو كينغ قاعدة تناديلي. مستحيل. حلفنا باش ما عادش نلعبوها مرة أخرى. خليها تنادينا ميسيلش. لازم ندمروها. وين مشيت؟ ماكش عارف شو عملت توا. ايه خاطر ماكمش كاتبين كيفاش نلعبوها. ما تنجموش توقف اللعبة على خاطر اذا بديت لازم تكملها. اوكي دونك القواعد سهلة، جيست ترمي النرد متاعك وتاخذ ورقة متاع تحدي. اذا عملت التحدي تتعدى المسافة الكل، اذا ما عملتش تاخذ ورقة متاع سحر وتتعدى نصف المسافة. اوكي وكيفاش تربح؟ ما تربحش. اوكي ما نقصد كيفاش توفيها. لازم توصل انتي لول لاخر مربع في اللعبة. بابا انتي لول. مكتوبة لازم نتمنك على بوليسي. سيد البوليس امان، نحب الخبر على سرق. ايه الحمد لله، شنو مواصفة السرق؟ كان لابس لينيات. اها اوكي، ثم حاجة اخرى؟ اي عنده شلغمة كبيرة زادة. اها شلغمة كبيرة. اوكي فما حاجات اخرى مدقة اكثر؟ ياي كان لابس لبسة خضرة. لكن مش قيد جايز تنجرى في حكاية. ايه دي ما تبدأ هكا بالضحك وتفدليك والجوة ما بعد راي مش توفى بأسيت. I'm a bunch of fun, 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 I'm a bunch of fun